فيها منافع. ما سمعتيش قول الله تعالى اللي قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إن هذا القانون هو شرعنا وتقنين للمخدرات حتى تروج بشكل والعياذ بالله في أوسع مدى وأوسع نطاق. العلاقة بين رجال الدين أو شيوخ السياسة اليمينيين وبين نبتة القنب الهندي كانت دائما علاقة محكومة بالهاجس الديني في نظرتها للقنب كحشيش وليس كنبتة. وحتى لو كان تقنين القنب كيف كيقول القانون لأغراض طبية فرجال الدين في المغرب كيشوفوا أن هذا الشيء كتوب وأن التقنين جاي من أجل تشريع الحشيش. هذا بخصوص رجال الدين خارج المناطق اللي كتزرع فيها النبتة. ولكن كيفاش كيتعاملوا رجال الدين مع الكيف مناطق زراعته؟ واش حتى هما كيحرموه أو أنهم كيتعايشوا معاه؟ عبد الله الجوط الباحث في القنب الهندي واللي دار بحث بخصوص موضوع القنب الهندي وعلاقته بالدين هضر لينا على هذا الموضوع وفسره بشكل اكثر. قال لك في البلاص الشاون كانوا منطقه فيها واحد الصوت كان الحركه الصوفيه معروفه. الحركه الصوفيه كانوا بزاف ديال الزوايا كانوا بزاف ديال النساء الحاضره بكثره في المنطقه وكان الناس يحفظوا القران بكثافه مش بزاف. وكان واحد الانتاج الفكري ولا الانتاج الفقهي محلي هو اللي جعل يحل الناس من فتره ديالها وفي الاجتهاد اليومي ديالها كانوا كيحلوا كيف لان الفقيه اصلا الشرط ديال الفقيه يعني ديال الحصه ديال السنويه اللي خصها تعطى الفقيه يعني كاجر اللي كيعطيه هذيك راه كتخلص من كيف حاجه اخرى. الفقيه الماكله ديال الفقيه كان الدوار هو اللي كيجيبها وراء كل عشية واحد عن طريق التناول هذيك الماكلة ديك المصدر ديالها راه كان الكيف يعني كان واحد الإنتاج فكري محلي وكانوا ناس أكفاء المنطقة عندنا لأن الناس الفقهاء اللي كانوا كانوا كيقراو الدين. من خلال كلام الكثيرين من أبناء مناطق غمار من حدود مدينة شاون إلى غاية باب برد كان كلامهم كله كيصب في اتجاه واحد وهو أن الإسلام لديهم كان متصالح مع القنب الهندي. أكثر من هذا كيقول عبد الله الجوط أن الدين ماشي غير كان متصالح مع النبتة بل تعدى الأمر لأن يدعم القنب الهندي دراسة تحفيظ القرآن وهي الظاهرة اللي كانت معروفة في عموم المغرب لعقود طويلة بالتخناش وكانوا حفظة القرآن كيتوجهوا لهذه المناطق اللي كيتزرع فيها القنب باش يكملوا حفظ القرآن. كثير من المراكز الدينية ربما تشوفوا هذا إذا مشيتوا لواحد الشرافات ولا مشيتوا للزين البراد ولا مشيتوا فيما مشيتي تقريبا في أي جماعة كاين ثلاثة ولا أربعة ديال المراكز الدينية اللي كتقر الدين وهذوك الناس لعبوا واحد الدور مهم من بعد علاش لأن هما اللي كان عندهم النقاش الديني محلي. حنا ما كانش عندنا أحزاب سياسية اللي كتجي عن طريق الفضائيات وتجيب التصور والتشدد كانوا كيرفضوا الناس لحد الساعة باقي ربما تما الناس ما كيقبلوش إلا بعض العناصر اللي ربما هي بتشبعات ديك الفضائيات وكذا غالبا كاين واحد الإنتاج ديني محلي عنده واحد البعد التصوفي ومعتدي والكيف لعبت واحد الدور مهم في الإعتدال بزاف مناطق. تحفيظ القرآن في هذه المدارس العتيقة كان كيعتمد بشكل أساسي على دعم السكان وبما أن السكان كلهم مزارعين ديال القنب الهندي فهما كانوا كيديروا صندوق سنوي لجمع الدعم من أجل إصلاح البنى التحتية ودعم هذه المدارس العتيقة اللي كتنتج الفقهاء ديال المساجد المغربية وكيعتبروا الأمر على شكل زكاة لمحاصيلهم وكلما كان المحصول أكبر كان مقدار الدعم أكبر. الشيء اللي كيقول أحمد الكورتي حنا هنا اخر عنده 10 الكيلو كي كيبيع ب 5 دراهم انا قلت لك يعني 5 مليون كيشري يمشي بها السوق يشري بها الحوايج لولادو كيتسوق بها كيساهم بها في كيساهم فيها في التنميه في اصلاح الطريق الجامع كيخلص بها الشر للفقه كان بزاف هذا الفقهاء ما مخلصينش عندنا هنا الفقهاء الاخر باقي ما تخلصش سوي تخلص يعني هو مشارط معه 400 درهم اخو في العام ما عندوش يخلص. هذه المدارس العتيقة المعروفة بها منطقة غمارة ما تجاتش غير الفقهاء وأئمة المساجد
ولكن جات أيضا القضاة في واحد الوقت سابق قبل تغيير قانون كما أنتجت ولا زالت تنتج العدول. وكان الدعم الذي تتلقاه دائما هذه المدارس من أموال الكيف التي يقوم لاحقا الفقيه والإمام بتحريمها والقاضي بمعاقبة زارعها. الدين كان مصدر المنطقة، كانت مصدر تدين، تدين معتدل، وكان على إشعاع. هذا الإشعاع ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن كان من الطلبة هنا القرويين عندما يستكملون ما يسمى التخناش، يمشوا مراكز اللي كاينه في الشاول اللي هي بزاف، كاين في الشاول المسلمه ومنطقه، كانوا كيمشيو لفاس، واغلبيه هذوك الناس اللي كانوا كيمشيو لفاس ولاو من بعد قضاة معروفين في المنطقه، او لا ناس اخرين اللي حاليا ما بقوش كيوصلوا للقضاة لان القانون تبدل ولاو عدول. حاليا بزاف الناس اللي كاينين في المنطقه نرى حفظة القرآن والعدول، وربما لو ما كانوش داروا دراسة الدين وما لقاوش في المراكز هذيك ربما ما كانوش هذو العدول حاليا. إذا العلاقة بالإيجاز، العلاقة بين التدين أو الدين والكيف هي علاقة وطيدة، لأن هي الكيف كانت مصدر الحفاظ على نوع من الاعتدال، لأن ما كانش الفقر، ما كانش الحرمان، وهذا راه مهم جدا لأن الفقر والحرمان لعبت واحد الدور كبير في الخطاب المعتدين. هذاك الخطاب المعتدين اللي تجوه الناس اللي كانوا كيجيو اما محليا لهذ المنطقه ولا كيجيو مناطق اخرى، وتم استقبالهم في ظروف حسنه، وتا هما راه كانوا كياخذوا بعين الاعتبار المجهود ربما المادي، وما كنظنش بان كان هناك مبالغه، لان صراحه المنطقه من الناحيه الدينيه كانت منطقه مهمه جدا، كان هناك كثير من حفظة القرآن، وأغلبيتهم كانوا يذهبون إلى الجزائر وليبيا ومصر. وأقول وأجزم لكم هنا فيه نوع من الاستفزاز، أقول أن الجزائر ربما في حق كثير من الأحيان فقدت هؤلاء الفقهاء هذه المنطقة في المنطقة الشفشاون، وبدا ربما التطرف يلعب دورا مهما فيه. كنا نعرف أن كل سنة في الصيف يأتون من الجزائر أو من ليبيا فقهاء مغاربة. هذا الاحتفال ماشي عرس في قبائل جبالة، ولكنه احتفال بتخرج الأطفال من حفظة القرآن. هاد الأطفال هما نفسهم عاشوا وسط نبتة القنب، وعاشوا منها وقرأوا منها، وهما نفسهم اللي غادي ينتجوا فكر إسلامي معتدل خارج من المسيد أو الزاوية. وحول موضوع المسيد والزوايا اللي كانوا كيقريوا أصول الدين في منطقة غمارة، واللي نتشو أئمة وعلماء كيآمنوا بالإسلام المعتدل، كاين مقال بحثي ديال الدكتور معاذ البكوري، واللي كيهضر على دراسة الدين في غمارة، وكيفاش أن الطالب خاصو يدوز من عدة مراحل، منها حفظ القرآن في بلدته، وبعدها الانتقال لقرية مجاورة في غمارة للتخنيش وإخراج السلكة الأولى، ثم الانتقال لقبيلة أقرب حتى الوصول لفاس لكي يكمل فيها قرايته ويرجع عالم. وفي حين أن الحديث عن جامعة القرويين كجامعة لإخراج علماء، فمنطقة غمارة كان فيها سنة 1943 عدد كتاتيب وصل ل 626 مسيد، بينما كانت زوايا هي الأخرى منتشرة بشكل كبير. وفي الوقت اللي ما كيهضرش المقال البحثي عن مصادر تمويل هذه المدارس العتيقة والزوايا، فإن الجوط كيأكد أن كل هذه المدارس العتيقة والزوايا كانت كتدعم من طرف مزارعي القنب الهندي. هل حين سنسمح بالكيف لا قدر الله ستتسع رقعة المخدرات أو ستضيق؟ ستتسع، وحين ستتسع ستكثر المصائب في المغرب كله. حنا ملي كنجيو نشوفوا مثلا المدن الكبرى في الشمال، كنشوفوا بأن المدن في
بحال الشاون بحال التطوان بحال كذا، كنلقى العداوه التنميه مثلا حتى سيس الموضوع هي اللي عندها الاغلبيه في المجلس البلدي. هذه القضيه هذه الاغلبيه في المجالس القرويه راه العداله التنميه كانت لحد الساعه او احزاب دينيه حتى نسمي العداله التنميه كانت منبوذه، لان الفكر الذي كانت مرتبطه بالنسبه لهم بالمراكز الحضاريه وكان تمنع تحرم كيف وتمنعه. ولازلنا انا لم اتعجب عندما صرح بالكيران ان كيف يجب انه سينسحب من العداله والتنميه، لانه اذا ما تم تقليل كيف هذه مسائل تعودنا عليها اكثر من هذا. القدح الوصفي هذه مسائل يعني المنطقه في حد ذاتها كانت توصف باوصاف ربما لقاؤنا هذا لا يرتقي الى مستوى ان نسمي الامور بتلك، ولكن نحن نعرف ان خطاب هؤلاء هو كان خطاب متطرف وكان ربما معاناه الفلاح فيها شيء من الشعر، مع العلم ان معاناه الفلاح هو المادية كانت كثيرة جدا ولا يجد إجابات في الدين. النهاية أن الزحرام خارج مرة عند رجال الدين، لكنها حلال أيضا عند رجال الدين أو مرة، لأن بها كيتخلص لهم الشرط وبها كيقراوا طلبة علوم الدين. ومن أموال الحشيش كانت يوما ما البلاد كدير التنمية الرصا بعيدا عن رجال الدين وبعيدا عن الدولة.